نرجع تاني مع منتخب مصر للجمباز الايقاعي، منتخب الناشئات، واللي برضو يعني بقيه المنتخب كان معانا طبعا من شويه، كابتن منار محسن المدربه، وليلى الدسوقي، وجولي خالد. معانا بقى الثلاثه المكملين للفريق. سينا المسيري، ازيك يا سينا؟ الحمد لله. اسمك حلو قوي، سينا زي سينا. اخبارك ايه؟ تمام. ومعايا كمان تالا خليل وسلمى خالد. ازيك يا تالا؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. مبروك البطوله. شكرا. احكوا لي بقى عن البطوله، كان معايا من شويه زميلاتكم. كملي بقى الكلام، عايزه تقولي عن بطوله افريقيا. هي كانت يعني حاجه كبيره قوي، عشان احنا طول عمرنا بننافس في مصر، واما مثلا نسافر بره عشان ننافس مصر كان باسم النادي. فدي كانت اول بطوله باسم المنتخب. ايوه. انتوا انا عرفت ان انتوا فريق واحد، انتوا كلكم نادي الجزيره. أيوة. فريق نادي الجزيره اللي بيكسب بطوله الجمهوريه هو اللي بيمثل المنتخب، يعني انتوا مع بعض من وانتوا صغيرين كلكم. السته اللي بيمثلوا منتخب مصر. طيب قولي لي البطوله بقى، يعني انت سافرتي قبل كده بره مصر بس مع النادي؟ ايوه. دي اول مره بالمنتخب. سافرتي فين بقى قبل كده بطولات؟ رحت اليونان، رحت بلغاريا، رحت بودابست. رومانيا. ايوه. بودابست المجر. بودابست بولند. بولندا. ايوه. وكرواتيا. كرواتيا، يعني رحتوا حتت في اوروبا كتير. ايوه. بطولات تبع النادي بقى. المره دي الموضوع مختلف شويه، ان كانت بطوله افريقيا تبع المنتخب. ايوه. قولي لي بقى الماتش كان عامل ازاي، والمنتخبات التانيه كانت المنافسه عامله ازاي؟ لا المنافسه كانت صعبه و كانت الماتشات صعبة. انتوا لعبتوا كام مرة؟ لعبنا أداتين، الطوق والصولجان. فجملة وجملة بس. جملة وجملة. أيوه. طيب قولي لي يا تالا، يعني برضو عايزة تقولي عن بطولة أفريقيا، ودي أول بطولة بتحققوها ولا حققتوا بطولات قبل كده باسم النادي؟ حققنا بطولات كتيرة قوي باسم النادي قبل كده، بس دي كانت أول مرة نطلع باسم مصر. أيوه. وبس. طب قولي لي انت اشمعنى اخترتي برضو الجمباز الايقاعي؟ اخترت الجمباز الايقاعي عشان نفس قصه ليلى، كنت دايما بروح النادي مع مامتي، وكانت دايما بتفرجني على اللاعبات اللي جوه الصاله، كنت بقعد اقول هو انا نفسي ابقى زيهم. فبعديها دخلتني الجمباز الايقاعي. ايوه. وعجبني قوي، ومن ساعتها مكمله. انت برضو وانت عندك 4 سنين برضو ولا؟ أيوة. كنت اكبر شويه؟ لا كان عندي 4 سنين. يعني انتوا مع بعض من وانتوا صغيرين خالص يعني. أيوة. نفس التيم ده. وسلمى برضو نفس القصه؟ لا انا كنت على طول ببص على اختي الكبيره ليلى، وكانت على طول اللي هي بتتكلم على الجمباز، فانا حبيته برضو. يعني اختك كانت بتلعب جمباز؟ هي لسه بتلعب، لسه لغايه دلوقتي في المنتخب الاكبر. فكنت بتتفرجي على اختك فعجبتك برضو اللعبه فدخلتي الجمباز الايقاعي. طب قولي لي بقى السفر ورواندا بلد جديده، اعتقد اول مره تسافروا في افريقيا، الاجواء عامله ازاي؟ اكيد مختلفه عن اوروبا يعني. هي كانت بلد مختلفه خالص من مصر، يعني كان فيها اللي هو زرع كتير قوي، كانت بلد حلوه، بس البطوله نفسها كانت اللي هي بتخوف، بس مع فريقي واللي هو كل حد حواليا ساعدني ان انا احقق اللي انا كنت عايزاه، واللي انا اعمل حاجه كويسه في الماتشات. طيب قولي لي بقى اللي جاي ايه بالنسبه لكم؟ المنتخب الاكبر منكم تاهل الاولمبياد، انتوا عشان ناشئات مالكوش اولمبياد، ايه التارجت اللي جاي او ايه البطولات اللي جايه؟ اكيد اللي احنا نفضل نكسب لحد بقى لما نحقق، نقدر نحقق الاولمبياد لما نكون اللي هو السن الاكبر. ايوه السن الاكبر. طيب البطوله بقى الاكبر، انتوا تابعتوا برضو المنتخب الاكبر كان معاكم في نفس المده؟ ايوه. عملوا برضو ماتشات كويسه وكسبوا البطوله وتاهلوا الاولمبياد. ايوه. حافظه مين الاسماء المنتخب؟ قولي. أيوة. لي كده مين؟ في عبير مدحت، وامينه صبيح، ولامار البحيري، وجهارة الديب، وجمانة، وفريده. فريد. نفس انتوا دايما مع بعض في التدريبات برضو يعني؟ ساعات بيبقى مثلا لا في كذا مره بيكونوا معانا في الصاله واحنا بنتمرن وبنتفرج عليهم، بتعلموا منهم ان هم الاكبر يعني. ايوه. بس هو السن ما بينكم وما بينهم مش كبير قوي الفرق؟ لا مثلا 3 سنين 4 سنين كده. نظام برضو التدريب برضو بالنسبه لك بقى والمدرسه والكلام ده بتوفقي الاثنين ازاي؟ يعني هو صعب ان انا
اعمل كل حاجه، بس بعد التمرين وانا في العربيه بخلص شغلي بتاع المدرسه وكده. يعني في العربيه وانت رايحه التمرين؟ أيوة، ممكن عشان تخلصي حاجه. بنروح متاخر قوي. التمرين بيبقى جامد وقته طويل. ايوه. فمش بيبقى عندي وقت على ما اروح ان انا اقعد. شاطرين في المدرسه بقى ولا في الجمباز بس؟ لا الاثنين ماشيين يعني، الاثنين كويس. طيب خلا قولي لي بقى، بالنسبه لل في العاب تانية بتحبوها يعني وانت بتتفرجي على الجمباز وبتحبي الجمباز، بتحبي تتفرجي على العاب تانية؟ بحب اتفرج، بس عمري ما حبيت حاجه اكتر من الجمباز. جمباز بتتفرجوا في الكوره بقى وكده وبتشجعوا حاجات ولا مش قوي؟ جمباز مش قوي. ايه اللعبه التانيه اللي انت ممكن تحبيها زي الجمباز؟ او ممكن احب الباليه، عشان احنا برضو واحنا بنعمل جمباز بنلعب باليه شويه. فانا حبيت الباليه برضو زي الجمباز، بس ما فيش حاجه زي الجمباز. الجمباز احلى حاجه، بتستمتعي يعني. بيبقى ليكوا اجازات بقى في السنه ولا طول السنه تمرين؟ في اجازات معينه مثلا زي العيد او الحاجات دي، بس يعني طول الوقت تمرين تمرين بس. طول السنه تمرين، اجازات بسيطه يعني. طيب قولي يا سلمى بقى، يعني لما رجعتوا انتوا لسه راجعين يعني، بطوله خلصت 27 لسه من يومين، حد استقبلكوا؟ صحابك في المدرسه عرفوا ان انت كنت بتلعبي بطوله بره ولا ايه بالظبط؟ انا كل المدرسه عرفت والمدرسين عرفوا، كانوا مبسوطين، و يعني اللي هو من يعني كل حد كان مبسوط مني، وكانت حاجه اللي هو كنت مبسوطه. الناس عارفين يعني اللي انت يعني عملتي انجاز باسم منتخب مصر. وليه بقى كابتن منار يعني دورها ايه معاكم في المنتخب؟ مدربتنا هي بتساعدنا قوي في اللي احنا نحقق اللي احنا عايزينه، وكل حاجه اللي هو صعبه لا هي بتشجعنا اللي احنا نكمل. وصراحه ما كنتش عارف اعمل ايه اللي هو من غيرها، عشان هي على طول اللي هي بتزقنا لاكتر اللي احنا نقدر نعمله يعني. اكيد في علاقه ما بينكم بره التمرين يعني، انتوا عشان انتوا متربيين مع بعض من وانتوا صغيرين، وعشان تبقوا كمان فريق قوي، القصه مش قصه تدريب بس، انتوا ليكوا انتوا صحاب بره التدريب وبره الملعب. انا صحابي التمرين هما اقوى ريليشن شيب معاهم يعني، ما عنديش صحاب زي صحابي التمرين. هما دول عشان انتوا يعني تيم واحد و طلعتوا مع بعض، فاكيد لازم يبقى في ريليشن شيب جامده ما بينكم عشان كمان تبقوا جامدين في اللعبه. ان انت اللعبه بتعتمد ان انتوا يبقى في ريليشن او في تنسيق ما بينكم وانسجام ما بينكم في الماتشات. مين اكتر واحده صاحبتك ولا كلهم يعني؟ لا كلهم صحاب. كلكم صحاب جامدين ومفيش حد قريب عن التاني ولا كلكم زي بعض؟ لا كلنا زي بعض. ان شاء الله كده تحققوا حاجات كمان جامده الفتره اللي جايه. مبروك وشرفتوني واحنا سعداء بيكم جدا، واعتقد بقى الناس كلها هتتفرج عليكم النهارده كده وتبقوا عارفين ان انتوا بطلات افريقيا. بشكرك يا سينا، انت مكسوف قوي يا سينا مش عارف ليه. بشكرك يا سينا ومبروك، وبشكر كمان تالا وبشكر سلمى وشرفتوني، ومبروك طبعا لمنتخب مصر للجمباز الايقاعي للناشئات الفوز ببطوله افريقيا، والمنتخب الاول كمان بالنسبه لهم برضو اللي هو اكبر منهم برضو فاز ببطوله افريقيا للجمباز الايقاعي وتأهلوا إلى أولمبياد باريس 2024. بشكركم وبشكر كل طاقم العمل النهاردة، ونتقابل على خير بكرة إن شاء الله.